لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم نتناول الحديث عن جنس من الجن المتجني الأكثوريون لزوكتوريا، الذين يعيشون في الغالب في كوكب عطارد الذي يظن بأنه قطعة من الجحيم لأنه قريب جدا من الشمس. هؤلاء الأكثوريون هم نوع من الجن يأتون إلى الأرض عبر فتح الأبواب طي الزمان والمكان، أي بخطوة يجد نفسه في الأرض وبخطوة يعود إلى كوكبه، ويتنقلون كذلك عبر استعمال صحون طائرة. ويقال أنهم يملكون تكنولوجيا متطورة جدا وهم مشعوذون وهكذا. الأكثوريون هذا هو اسمهم، وهم جنس من الجن المتجني. وهذه الأجساد التي نشاهدها هي عبارة عن بقايا لجثثهم محفوظة في متاحف عالمية، وهي كما يقول العلماء في التشريح هي جثث هي مخلوقات بيولوجية حقيقية وليست مخترع، والله أعلم. والسحرة يتعاملون منهم، وهذا معروف، هذه صور التي من كتاب ابن الحضرد أو كتاب العزيف، والله أعلم.